بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكون مع أول درس من دروس مادة الاجتماعيات للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، مكون التاريخ. وقبل أن نشرع في أو نتناول الدرس أو نتعرف على مفهوم الدرس أو عنوان الدرس، يجب أن نقوم بتوطئة للدرس. الدرس يدخل ضمن الأسدوس الأول. الأسدوس الأول في مادة الاجتماعيات للسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي مكون التاريخ يتحدث عن التاريخ القديم والحضارات القديمة، وخصوصا الحضارات المتوسطية. بعد أن تعرفنا على أن الدرس يدخل ضمن التاريخ القديم، سنكون مضطرين إلى التعرف على الدرس. والدرسنا اليوم سيكون من بين أهم الدروس التي التاريخية التي أو الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية ووقعت ما بين نهري دجلة والفرات. الأمر يتعلق بحضارة بلاد الرافدين. بعد أن تعرفنا على عنوان الدرس، سنكون مضطرين أو سنمر إلى أهداف التعلم، مع الهدف الأول وهو تعرف بعض جوانب حضارة بلاد الرافدين. بالنسبة للهدف الثاني وهو الاستقرار على وثائق وشهادات ترتبط بتاريخ بلاد الرافدين، خريطة، خط زمني، صور، ثم نصوص. ثم الهدف الثالث في الدرس وهو التعرف بعض مكونات شبكة الحضارات، تراث، كتابة، ثم قانون. والهدف الأخير الذي استطرناه هو تقدير مساهمة هذه الحضارة في إغناء الحضارة الإنسانية. بعد أن تعرفنا على أهداف التعلم التي استطرناها، سنكون مع التقديم للدرس. كمقدمة للدرس، تعتبر حضارة بلاد الرافدين من أقدم الحضارات في العالم القديم، والتي خلفت تراثا حضاريا عريقا. بناء على أهداف التعلم التي قمنا أو سردناها قبل قليل، سنقوم بطرح مجموعة من الإشكاليات. مع أول إشكال، أين نشأت هذه الحضارة؟ نعرف أن الحضارة هي حضارة قديمة، إذن ما موطنها أو أين نشأت هذه الحضارة داخل الكرة الأرضية أو العالم؟ ما مراحل تطورها؟ من أن هذه الحضارة عرفت تطورا لأنها تركت أثرا حضاريا عريقا، لا بد من أنها مرت بمجموعة من التطورات. فما مراحل تطورها؟ وما هي أبرز إنتاجاتها الفكرية والقانونية؟ بعد أن تعرفنا على هذه التساؤلات، بعد نقوم بالإجابة عليها من خلال مجموعة من الأنشطة. ومع النشاط الأول، النشاط الأول هو التعرف على موطن حضارة بلاد الرافدين والدول التي تعاقبت على حكمها. مع الوثيقة الأولى، عندنا وثيقة حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي، وهو الذي يوجد في هذه المنطقة باللون الأزرق، البحر الأبيض المتوسط. عندنا في المفتاح بلاد الرافدين وباللون الأحمر أو البرتغالي، إذن توجد في هذه المنطقة. بالنسبة لموقعها بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط، إذن تقع شرق البحر الأبيض المتوسط. إذن هناك أمران يهم، أو الأمر المهم أنها تقع ما بين نهرين، وهو دجلة والفرات. إذن تقع ما بين نهر دجلة والفرات، لذلك سميت بحضارة أو بلاد الرافدين. هذا ما قمنا بكتابته في جانبا. تقع بلاد الرافدين شرق البحر الأبيض المتوسط بين نهري دجلة والفرات، لذلك سميت ببلاد الرافدين. بعد أن تعرفنا على موطن حضارة بلاد الرافدين، سننتقل للوثيقة الثانية، وهي خريطة بلاد الرافدين، وهي باللون الأخضر. عندنا منطقة بلاد الرافدين هي الموجودة امتداد بلاد الرافدين. عندنا مجموعة من الأسهم، هجرات الشعوب السامية اللي باللون الأحمر، ثم عندنا مدن، ثم موطن السومريين. إذا نظرنا إلى هذه الوثيقة نجد، أو هذه الخريطة، ننظر أن الشعوب السامية جاءت من الجنوب، سواء الأكاديون، البابليون، الأموريون، جاءت من الجنوب نحو الشمال، نحو منطقة بلاد الرافدين. أي منطقة، هذه المنطقة هي شبه الجزيرة العربية.
نتساءل عن ما هو السبب وراء هجرة هذه الشعوب نحو المناطق الشمالية أو منطقة بلاد الرافدين. إذن كملاحظة داخل أن منطقة الجزيرة العربية معروف أنها قاحلة وتعرف مناخا صحراويا، إذن قليلة المياه. إذن منطقة بلاد الرافدين توجد فيها نهران، نهر دجلة والفرات. إذن أحد أسباب أو العوامل أو الدوافع التي كانت وراء هجرة هذه الشعوب هي البحث عن المياه. ثم السبب الآخر، نعرف أن المنطقة هي تسمى بمنطقة هلال الخصيب، لذلك تعرف خصوبة التربة، ونعرف أن القدماء كانوا يقومون بعملية الفلاحة أكثر من القطاعات الأخرى. إذن شكل موقع بلاد الرافدين وخصوبة المنطقة سببا في توافد الشعوب والهجرات الشعوب السامية من شبه الجزيرة العربية. إذن توافد قلنا الشعوب السامية بما فيها أكاديون بابليون أموريون كان وراءه سبب، وهو هناك خصوبة التربة ثم وفرة المياه. بعد أن تعرفنا على أسباب أو أسباب الهجرات التي جاءت إلى منطقة بلاد الرافدين، سننتقل إلى الوثيقة الثالثة وهي تطور، خط زمني يبين الدول التي تعاقبت على حكم بلاد الرافدين. عنا ما قبل التاريخ وعن العصور التاريخية مع اختراع الكتابة، وعن 3500 قبل الميلاد. تعتبر هذه ما قبل التاريخ وهذه ضمن التاريخ، لأن اختراع الكتابة يعتبر حدث الفاصل ما بين العصور التاريخية وما قبل التاريخ، ولأن هذه الكتابة سنحتاجها فيما بعد، أو هذا التاريخ سنحتاجه فيما بعد. إذن أول دول التي حكمت أو قامت بحكم حكمت بلاد الرافدين هي حكومات دول المدن سومر أور أكاد ثم ماري، ثم حكومة بابل الأولى ظهر معها قانون حمورابي، ثم الحوثيون الأشوريون، ثم توحيد بلاد الرافدين بابل الثانية حكومة بابل الثانية، ثم الفرس. إذن يعني أن تعاقب على حكم بلاد الرافدين مجموعة من الحكومات، سواء الحكومات دول المدن بما فيها سومر أكاد ماري وغيرها، بمعنى أن كل مدينة مستقلة عن الأخرى أو بمثابة دولة، ثم الحكومة البابلية سواء الأولى أو الثانية، والتي تتعرضت فيما بعد للاحتلال الأشوري ثم الفارسي. بعد أن تعرفنا على هذه الملخص أو هذه الوثائق، سنقوم بملخص للنشاط الأول. تقع بلاد الرافدين قلنا شرق البحر الأبيض المتوسط بين نهري دجلة والفرات، لذلك سميت ببلاد الرافدين. شكل موقع بلاد الرافدين وخصوبة المنطقة سببا لتوافد الهجرات الشعوب السامية من شبه الجزيرة العربية. وأخيرا حكم بلاد الرافدين حكومات دول المدن ثم الحكومة البابلية سواء الأولى أو الثانية، والتي تعرضت للاحتلال الأشوري والفارسي في ما بعد. بعد أن تعرفنا على النشاط الأول، سننتقل إلى النشاط الثاني، والذي عنوناه بالاشتغال على وثائق تاريخية تهم الكتابة المسمارية. هذه وثيقة لوحة طينية تبين لنا كتابة المسمارية. هذه عبارة عن كتابة مسمارية على لوحة طينية، وأشرنا في خط الزمن الذي أشرنا إليه قبل قليل على أن الكتابة ظهرت في سنة 3500 قبل الميلاد. إذن كتابة المسمارية ظهرت في 3500 قبل الميلاد، ونقصد الميلاد هنا ميلاد المسيح عليه السلام. إذا نظرنا إلى شكل هذه الكتابة، تشبه المسامير، رموز على شكل مسامير. بالنسبة لمراحل تطورها من المرحلة التصويرية إلى المرحلة الترميس الخطي، وسنشير إليها في ما بعد في الوثيقة الموالية.
أدوات هذه الكتابة، أدواتها هي ألواح طينية تطرح إشكالا أو صعوبة في عملية تحضيرها، لأنها تحتاج إلى وقت طويل لكي تجف هذه الألواح. فوائدها بمعنى أن هذه الكتابة جنت على، وسنتعرف فيما بعد على أنها جنت بطبيعة الحال مجموعة من الأمور على هذه الحضارة، منها أولا تدوين السجلات، تنظيم ممتلكات الناس، ثم تدوين الأساطير وقصص وغيرها من الأمور التي كانت فوائدها جمع على هذه الحضارة. إذن ننظر إلى هذه الوثيقة، تطور كتابة بلاد الرافدين. قلنا أن تطور من مرحلة التصويرية إلى المرحلة الترميز الخطي. إذا نظرنا إلى الجدول الأول ألف، عندنا الملعنة ثم الرمز، بذور، سمك ثم بقر، ملك، الإله. إذا نظرنا إلى البذرة هم السمكة، هي تقريبا عبارة عن شكل صورة سمكة، ولكن في المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى التي ترمز بالصور وظهرت حوالي 3300 قبل الميلاد. بالنسبة للمرحلة الثانية وهي مرحلة ترميز الخط التي ظهرت حوالي 2400 قبل الميلاد، إذا نظرنا إلى المعنى ثم الرمز ثم البذور، إذن على شكل رموز ليست كالتي في المرحلة التي قبلها، إذن تحولت إلى شكل رموز خطية. إذن هذا هو التطور الحاصل في الكتابة المسمارية. إذن كملخص للنشاط الثاني، تاريخ ظهور الكتابة المسمارية هو قلنا 3500 قبل ميلاد، وقلنا ميلاد هو ميلاد المسيح عليه السلام. شكلها هي عبارة عن رموز على شكل مسامير. مراحل تطورها قلنا من المرحلة التصويرية، أي أنها عبارة عن صور، إلى مرحلة الترميز الخطي عبارة فقط عن رموز. بالنسبة لأدواتها وألواح طينية تطرح عدة صعوبات في عملية تحضيرها كل مرة. ثم هناك فوائد جنت على هذه الحضارة، مجموعة من الفوائد أهم تدوين السجلات التي كانت من قبل، ثم تنظيم ممتلكات الناس، ثم تدوين الأساطير والقصص، ثم تبادل الرسائل في تلك الفترة وغيرها من الفوائد الأخرى. بعد أن تعرفنا على النشاط الثاني على الكتابة المسمارية، سننتقل إلى الوثيقة أو النشاط الثالث عفوا، وأكتشف قانون حمورابي من خلال وثائق تاريخية، باعتبار أن هذه الوثيقة هي مختطفات من قانون حمورابي. سنقرأ أولا الوثيقة. إذا بيت أنهار وقتل من اشتراه حكم بالموت على مهندسه أو بانيه، وإذا تسبب في سقوط موت ابن الشاري حكم بالموت على ابن البائع أو الباني. إذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت مريض أو فقد عين من عينيه قطعت أصابع الطبيب. إذا أخذ رجل بكراء سفينة وربانا وشحن السفينة بالقمح والزيت والتمر، فإذا قاد الربان السفينة قيادة سيئة بحيث تسبب في إغراقها وأضاع ما فيها من سلع، فإن عليه أن يعوض السفينة وجميع الحمولة التي أضاعها. إذا ضرب إنسان بنتا وماتت حكم بالموت على ابنة الضارب. إذا كسر مواطن حر عظم آخر فليكسر له عظم. إذا فقع مواطن حر عين عبد أو كسر عظمه فيعطى منا من الفضة. إذا اتهم رجل آخر بجريمة ثم عجز عن إثباتها حكم على المدعي بنفسه بالإعدام. إذا اكترى رجل ثورا أو حمارا وتسبب في قتل الحيوان المكتري بسبب سوء رعايته أو بالضرب، فإنه يعوض ما قتله حيوانا بحيوان. بعد أن قرأنا هذه الوثيقة التي هي مختطفات من قانون حمورابي، سنتعرف أولا عن من هو حمورابي، لأننا لا نعرف عنه شيئا. إذن حمورابي هو أحد الأمراء الذين حكموا بلاد الرافدين، وهو من وضع هذا القانون وسمي بقانون حمورابي. إذن نتساءل عن السبب أو الهدف من هذا القانون. ما
هو الهدف الذي كان يتوخاه حمرابي من وضع هذا القانون؟ إذن الهدف قانون حمرابي هو تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع. إذن الهدف الذي كان يتوخاه أو يرجوه حمرابي من هذا القانون الذي قام بتصديره وكتابته هو تحقيق العدالة والمساواة داخل المجتمع. إذا نظرنا إلى هذا النص أو هذا القانون سنجده أولا يتضمن مجموعة من المجالات، أولا مجال الطب، ثم كذلك مجال الهندسة أو البناء، ثم كذلك مجال الفلاحة، وكذلك مجال التجارة وغيرها من المجالات. إذا تضمن مجموعة من المجالات الحياتية، ثم كذلك تضمن مجموعة من العقوبات. مثلا كمثال، إذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت مريض أو فقد عين من عينيه قطعت أصابع الطبيب، إذن هناك قطع الأصابع. إذا بيت انهار وقتل من اشتراه حكم على مهندسه بالموت على مهندسه أو أي الإعدام. كذلك إذا اكترى رجل ثورا أو حمارا وتسبب بقتل الحيوان المكتري بسبب سوء رعايته أو الضرب فإنه يعوض ما قتله، أي هناك كذلك التعويض. إذن تضمن مجموعة من العقوبات، منها أولا التعويض، هناك كذلك الإعدام، هناك بالنسبة للأمر الآخر قطع الأصابع. إذن تضمن مجموعة من العقوبات وتضمن مجموعة من المجالات. إذن تضمن قانون حمورابي عدة مجالات من الهندسة كما هو في هذا السطر الأول، ثم الطب بالنسبة للسطر الثالث، ثم كذلك الفلاحة، وعدة عقوبات مثل الإعدام، قطع اليد أو قطع الأصابع والتعويض وغيرها من العقوبات الأخرى. إذن سنمر إلى الوثيقة الثالثة، المجتمع البابلي في عهد حمورابي. نقرأ الوثيقة: لقد تم التمكن بفضل قانون حمورابي من أخذ فكرة عن المجتمع في عهد البابلي. إذن هذه إحدى فوائد قانون حمورابي، ويتكون من ثلاث فئات: الأحرار ونصف الأحرار والعبيد. إذ ميز القانون بين هذه الفئات على مستوى نوعية العقوبات والغرامات والقصاص. ويعتبر الأب سيد الأسرة في المجتمع البابلي، فيتم الزواج بعقد مكتوب، بمعنى أنه أول من وضع العقود المكتوبة بالنسبة للزواج هم البابليون. الأمر الذي لا يمكن وجودا لدى السومريين، كما أن تعدد الزوجات معترف به. وهكذا لا يقتصر منجزات حمورابي على الجانب القانوني فقط، بل شهد الاقتصاد والمجتمع وتطورا مهما في عهده. من خلال النص يتبين أن المجتمع البابلي في تلك الفترة، في فترة حمورابي، يتكون من ثلاث فئات متفاوتة، حيث يوجد على رأسها الأحرار المحتكرين للحكم، وكذلك الثروة، ثم النصف الأحرار أو نصف الأحرار، وفي الأسفل المجتمع توجد تواجد العبيد المحرومون من كل الحقوق. إذن هذه فئات المجتمع اليوناني. ننظر إلى الأمر الآخر، يعتبر الأب سيد الأسرة، مع أنه كان في تلك الفترة كما هو حاليا أن الأب هو سيد الأسرة بالمجتمع البابلي، وكان هناك كذلك تعدد الزوجات. الزواج كذلك يتم بعقد مكتوب مع الاعتراف بتعدد الزوجات الذي جاء به الإسلام في ما بعد. إذن كملخص للنشاط الثالث، حمورابي قلنا هو أحد الأمراء الذين حكموا بلاد الرافدين، وهو من وضع قانون سمي بقانون حمورابي. هدف القانون حمورابي إلى تحقيق العدالة داخل المجتمع. يتضمن قانون حمورابي عدة مجالات، منها الهندسة، الطب والفلاحة، وعدة عقوبات مثل الإعدام وقطع اليد والتعويض وغيرها من العقوبات الأخرى. إذن تكون المجتمع البابلي قلنا من ثلاث فئات متفاوتة، يوجد على رأسها الأحرار المحتكرين للحكم والثروة، ثم نصف الأحرار،
وفي الأسفل المجتمع تواجد العبيد المحرومين من كل الحقوق. ثم عن يعتبر الأب السيد الأسرة بالمجتمع البابلي، وكان الزواج يتم بعقد مكتوب مع الاعتراف بتعدد الزوجات. بعد أن تعرفنا على الشرط الثالث سنكون مضطرين أو سنقوم بتلخيص لهذا الدرس. تعتبر حضارة بلاد الرافدين من أقدم الحضارات البشرية وأكثرها ثراء وتنوعا، ونكون بهذا الخاتمة نختم الدرس، ونتمنى أن تكونوا على اطلاع بأمور أخرى.